كل شهر العزيمة عند واحد، هم تقريبا أو عددهم 9-10 في هذا الأسبوع، والشايب هذا مع كلام على هالشايب اللي أنا بحكي عنه الحين، ما بعد وصلت له إلى الآن. المهم إنهم شهر تجمعوا وصارت العزيمة عند فلان، والشهر الثاني مثل والثالث. ملوا من العزايم في البيوت. يقولهم جيمسون مثل ما تقول موديله زين، صوت مكينته ما شاء الله يهدف المكينته. شروه شنطته وسيعه اللي ورا شروه، وخلوا الشايب ذا هو حكيم في السيارات ويعرفه، وبعدين معهم واحد جيد في السواقه. قضب ويلجمس هذا واحد منهم جيد في السواقه وذلب وحب ريح، ولكن الشايب هذا هو اللي يركب قدام، واللي يركب قدام يعني الشايب السواق، وجنبه واحد حليل خفيف لو مروه يطمر سن المقدرات، واللي على الباب الشايب هذا، واربعه من الزملاء في المرتبه اللي في الوسط في الجوز، وثلاثه مدورين النحاف مره، واللي اصواتهم زينه ومخلينهم وراء الثلاثه هذول، يشيلون القش يحملونه ويغنون اثنين اذا صار الخط طويل. صاروا كل شهر او كل مثل ما تقول شهرين ثلاثة اشهر يروحون رحلة، مرة يروحون الحايل يقعدون فيها يومين ثلاثة أيام في البر، خيمتهم معهم وقشهم معهم وكل شيء، ومرة يروحون لوادي الدواسر، مرة يروحون للدوادمي، مرة ما خلوا ديرتهم ما راحوا له، كل يعني موسم وكل ما بين شهرين ثلاثة أشهر يروحون لهم ديرة ويقشتون فيها. الشايب اللي حكي عنه شايب يابسن على صح، وبعدين ما شاء الله عيونه تنها مقدبس يشوف على مسافات المسيح، ويدر انه ما جبت بالليل الظلم هذا، قالوا انا بالشجره الشجره الفلانيه في الشعيب الفلاني ابد وديه مقطوع طول ابد سن مع لوكيشن قدام وجهه. المهم هو اللي يدلهم وهب ريح وذرب وحبيب، صدقوني لا حملوا عفشهم وتجمعوا قالوا ترى يلا نمشى عقب صلاة الفجر من المنسان وعد المنسان الفلاني عند فلان. حملوا عفشهم واغراضهم ومروا عد على ربعهم اللي يركبون معهم. المهم اخر شيء الشايب هو اللي بيته يعني صار في مثل ما تقول عند نادي الشباب المطلع من عنده، يقولون له وقف عند ذا ونجي تركب معنا. ف مشوا على هالحالة تسم رحلة يروحون، ومن يوم يحطون قشهم وحطبهم ومعاملهم معهم شنطة حديد سفير حاطينها وراء فيها النجر والمحماسة والدلال والمعاميل والأغراض وكل شيء وأغراض الطبخ. من يوم يصلون شوفوا شلون ذرابة الشايب هذا، حيث أنهم متعودين على الرحلات والروحات والجيات. من يوم يصلون سواء في ليل ولا في نهار ولا في ظلمة ولا في عد اي ظروف من الظروف اللي تواجههم، من يوم يصلون المنزل اللي هم يبكشتون فيه اول من ينزل الشايب اسرع من قولت يا راشد ولهزته ملا البريت وشاب قبله وهلاه على البريت الاول المعنى. وعاد فيهم ناس كسلانين اللي تمنقط واللي حدسي هو يا خويه واللي ينزلون وما له شغل اللي يومر هالشباب، نزلوا الشنطه افرشوا بساط منا جيبوه منا حطوه منا ولا وخلى البريت هلاه على النار يشب قال الذبيحة فتح غمض هذه الذبيحة فاص من جد تأتين فاص البنيل ولا فيه ولا شك ذاك من جد يسرح ذنب. المهم وهذا شغل ويدل وخريط ظلمة، يمكن بعض الشباب ما يدري ايش معنات خريط ظلمة. خريط ظلمة اللي يصل المكان اللي هو يبي حتى لو في ظلمة يدل. هذه من الامثال اللي يبي لها عاد شر وما شر، احنا فاضيين. المهم انهم يقشتون كل مره يروحون ويجون. وش اللي صار؟ مع طول الرحلات وكثره الرحلات اللي هم يروحون فيها، الجماعه اللي في المرتبه اللي في الوسط معهم وحيد تويجرين شوي. والتويجر ذا هم المال اللي ادخل في موضوع الصداقه حاسب أدخل موضوع في موضوع الصداقة ولا شيء تخرب الصداقة. يوم مرة من المرات واحد من اللي في المرتبة اللي في الوسط يبدو والله العالم من عنده مكتب عقار أو شيء، تقبع له عرض وباع له عقار وصار فيه سعي زين
وذوق جب ربعه المعهد اللي في المنطقه اللي في الوسط يركبون معه، اعطاهم من السعيد وحيد منهم فرح بالسعيد دله يتنهمش له ويصير يعني يقدره اكثر من الشايب اللي قدام حتى الاذبحه والذبيحه والبقى والغدا ولا العشاء وقلطوه احيانا يتل سلوه من وسط الذبيح ويقول منقوله وذاك يقول مقبوله طيب ما اعطيتها الشايب الشايبه وحد تعطيها التاجر بحيث انه اعطاك من السعيد تقل يعني صار ميوله مع هذا اكثر والشايب تبر بعد طول السنين تبر قال له ماشي والله ما عنده بنشيط زي اول حتى لو ابغى يركب يقرب الباب ويعض برطمه لين يتواسع على المرتب يعني هذا دليل على المهم يوم من الايام يبي يروحون رحله ما ادري والله يبي يروحون واضف فيها حفريات في الشوارع اللي في الرياض هنا ويوم جاي بيمشون قالوا نمشي الا نروح الا ما نروح المهم انه هو اخر واحد بيمرون قالوا المره يبدو ان الشارع اللي هو فيه فيه حفريات قالوا يا ربع ما احنا ماضيين ترى من ثاني ذا اللي يعوقنا اذا جينا ما نلقاه ساهر مثل العاده مرنا بس وش ماضي مر الكنادري ضايعه ما ادري شلون ويعطلنا مو بلزوم اللي يروح معنا انا 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 اقوم بعملها انا اذبح الذبيحه وانا اصب على البيت وانا اطبخ وانا يقول واحد من اللي في الوسط اسوي دراسه المهم يوم جاك المره وقال اوه وش وصلنا له لا راح نحبس مو بلزوم يجوز العيد بلحنا يلا راح او خلوه كشتم وهو قاعد يحتريهم وعدين عقب صلاة الفجر راحوا شاتهم هذا وقعدوا فيه يومين ثلاث يوم جو راجعين وجو مع مثل ما تكون مع طريق المركبة هذا أسيو دراسة اللي وراء اللي دارن عن الموضوع يوم وصلوا مثل ما تقول عند الجوازات وقال لبق لبق يمين بروح أسلم على خالتي بيت خالته حول بيت الشاي من يوم نزلوه راح أسلم عليه يلا حيشون ها ما طلعت معنا هالمرة قال أنا قاعد عند البيت البيت يحتني ما مر علي أحد قال قضى حد قال والله إني قايل إنهم مروا لا تخلوه لكن وش اللي صددهم عنك أوقف عني ها بدأ يشبه في الشيء وتزبل هالبيح مرتين ثلاث ما مروا عليه ما أخذوا معه شايب وله حق وله وقار واللي يوديهم واللي يجيبهم واللي يدل واللي يعرف وهو الذرب واللي يعرف تكبروا عليه يوم شافوه عاجز وتركوه مرتين ثلاث ما مروا ها ودرع عاد هو ان هذه فرهم عنه هو هذا اللي ضايق من السعيد قال الابيات هذه يقول اشوف بعض اصحابنا ما يمرون ونلجف من صاحبي ما استحقه وعندي خبر عن غاية اللي يكنون شافوا بحالي من جف الوقت رقة وأنا من الهجران ماني ممنون ما أجفر بيتي لو جفاني ما عقة لو أنهم عن غاية القلب يدرون مروا علي ما عليهم مشقة لكن مع الدنيا وهلها يميلون لا يعطون رعى المال من فوق حد لو تنفع الدنيا نفع مال قارون جاهه ماله ما عدا الوزن بقى الدايم اللي بقدرته كون الكون ارسل جبال ومجرى الانهار شقه ولا دمي ما هو عن الموت مضمون يفنى ويفنى المال جله ودقه عمر الفتى لو طال للوقت للحق مرهون عمر الفتى لو طال للحق مرهون لا يامن الديان بابه يطقه اجل العهد لا قالوا فلان مدهون ولفوا عليهم نرخص الخام شبكة بيقرأ الكتاب اللي به العبد مديون والكل يحسد ما بذر واستحق هذه القصيدة أنا حطيت عليها السالفة هذه هو القصيدة للشاعر بدر بن عواد الحويفي الحربي وسلامكم تعيشوا